حبيبي استاذ عدي، موضوع التيار الصدري والكتله الصدريه في الانتخابات المقبله في مجالس المحافظات اعتقد سيتخذ جانب الصمت، سيتخذ جانب المراقبه، سيتخذ جانب الكيفيه المقربه لكي يعمل بشكل مثالي من خلال ما تاتي من ايام قد تكون تاتي بالاكل السلبيه من خلال الموجود السياسي والموضوع السياسي الذي انسحب منه التيار الصدري بكامل قواه السياسيه وبات اليوم مراقبا للعمليه السياسيه وباستطاعته باي لحظه ان يغير مجرى من سيفوز في الانتخابات ان كان من سيفوز يلبي طموحات التيار الصدري والشارع العراقي والشعب العراقي ام سيكون مراقبا له قد يكون يقصر ظهر المقابل لانه اعتقد التيار الصدري والكتله الصدريه وجمهورهم واسع واعتقد الى باع والى طيب. كيفيه والى كلمه وكاريزما من خلال المشاركه من عدمها واعتقد انهم ما راح يشاركون وراح يكون الطريق مفتوح امام الاطار التنسيقي لكن سيكون مفتوح معبدا بالشوك من خلال التيار الصدري والكتله الصدريه في حاله تلكؤهم في اي اتخاذ اجراءات طيب. مناسبه او مناسبه طيب.